قبل يومين نزلت مقطع وقلت لكم اسألوني اي اسئلة تبغون تعرفونها عني، وفي هذا المقطع راح اجاوب على كل هذه الاسئلة لاول مرة. السؤال الاول، من حمود عمك؟ حمود، اول حاجة انت ما انت عمي، عمي هو اخو ابويا واحترم نفسك. يقول هل تحب اخوانك؟ طبعا، ولانه يسمي نفسه حمود عمك ويسألني اسئلة ما راح اجاوب عشان لا يحسب نفسه عمي. السؤال الثاني، من يوزر 14QQMMMM، يقول ليش انت حبيت تختار تكون فيديوهاتك طبخ؟ طبعا ناس، انا ما اخترت فيديوهات تكون طبخ، انا اول محتوى كنت انزله محتوى رقص، لكن نزلت علي الهداية وانشغلت يا ناس بطاعة ربنا، وفجأة ما لقيت وقت اصور الرقص، سبحان الله عظيم، ما لقيت وقت الا اني اصور حياتي، فصرت اصور فلوغات وانا اطبخ كثير، فهذا اندمج مع بعض. السؤال الثاني، من كوجيرو، يقول هل تفكر انك تكبر قناتك؟ تحياتي لك اختك من العراق. هلا كتشور، طبعا ابغى اكبر قناتي، ابغى اوصل لعشرة مليون، ابغى اعدي بوراك يا ناس، انا هذا في هذا هدفي الاول، يعني ما اعرف ايش الاسئله هذه الغريبه. سؤال الثالث، من ياريري، يقول عندك هوايات غير الطبخ؟ طبعا عندي هوايات غير الطبخ، ركوب الأحصنة، السباحة، الجري، الملاكمة، الكتابة. السؤال هذا من سنومة، يقول من أفضل، ميسي ولا رونالدو؟ طبعا لا ميسي ولا رونالدو، محمد نور عمهم الاثنين. السؤال هذا من واحد إنسان، يقول عندك طموح أو حلم تريد حققه؟ طبعا عندي طموح أو حلم أريد أحققه، حلمي الأول زي ما قلت لكم أعدي جزرنا بوراك، كنت أحبه أول، كنت فانز له، ما أقدر أحكي القصة هذه الآن، عندي مضارب معه، تبون قصة حقي مع جزرنا بوراك وأصل هذا المقطع 100,000 لايك، أعرف ما حيوصل. يقول هالسؤال الثاني، أي نادي تشجع في كرة القدم؟ طبعا أول نادي أشجعه هنا يا ناس نادي القادسية، أحد أفضل النوادي بالنسبة لي. السؤال هذا، ياسمين بيريز، تقول ايه اكثر بلد نفسك تسافر؟ اكثر بلد نفسي اسافر لها صراحه اكثر بلد نفسي اسافر لها هي الصين، نفسي اسافر الصين يا ناس واجرب الاكلات الغريبه حقهم. السؤال هذا من امنيه ابراهيم، تقول انت عايش لوحدك ولا عايش مع اهلك؟ ايش الاخلاق حقكم؟ فين خصوصيات؟ ما راح نجاوب على هذا الجواب، على هذا السؤال. هذا السؤال من شخص يقول الحين قصصك اللي تقولها هذه حقيقية؟ طبعا حقيقية، انت مجنون. سؤال مهم جدا من ميرال، تقول انت ليش ما توثقت؟ طبعا انا بشرح لكم هذا الموضوع بجدية اكثر لان الموضوع هذا جدا يهمني، واتمنى شركة تيك توك تشوف المقطع هذا وتوثقني. انا الناس كنت راح اتوثق في عام 2021 مع كل الناس، مع كل منشئين المحتوى اللي توثقوا في ذيك الفترة، الا جاني شركة التيك توك وارسلت رسالة قالت لي انت صانع محتوى مميز تستاهل التوثيق في اسرع وقت ممكن. قلت لهم نعم، قالوا لي اعطينا رقمك وبنتواصل معك، اعطيتهم رقمي، تواصلت معاهم، قاعدين نتكلم، اوكي كيف الحال كيف الحوال، او هلو 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 هلو. وبعد كذا فترة بسيطة يعني في حدود الاربع اسابيع شركة التيك توك اعطتني مسؤول، هذا المسؤول هو اللي يكلمني، ما تكلمني الشركة كاملة، يعني يكلمني هذا المسؤول لحاله، الا فجأة هذا المسؤول اللي هو مسؤول عني ويعتبر حقي، يعني ما اعرف ايش اقول، المدير حقي وليش ما اعرف، الزبدة كان بيننا صداقة، اوكي كان صديقي، فجأة كذا يا ناس بدون سابق انذار بعد اربع اسابيع فقط طعني في ظهري واعطاني بلوك ونسي يوثقني، وضاع علي كل شيء، ضاع علي التوثيق، ضاع علي جوائز التيك توك، يعني افضل طباخ، افضل مدري شنو، ما اخذت، المفروض اخذ ذي الاشياء، يعني ما اعرف، يعني تعبت وانا اسوي محتوى، اربع سنين اسوي محتوى يا ناس، المفروض على الاقل شركة التيك توك يقول اسمع افضل مدري شنو، افضل مهرج، وانا مهرج افضل طباخ، افضل طباخ، بس ما علينا، الحمد لله امور طيبه، ما نحتاجهم دامكم انتم موجودين، يلا ما علينا. يقول سؤال من ما اعرف من ذا، يقول هل شخصيتك في فيديوهاتك نفس الواقع؟ بصراحه انت الهام كبير لي في الطبخ وابغى اكون محترفه زيك فيها. والله شوف ما اعرف شنو السؤال هذا، يعني طبعا نفسي. يحيى يقول من فلسطين،
تحية لفلسطين يا ناس، ويا رب حر الأقصى. ويا ناس في كلام جدا كثير ودي أقولها بس ما أعرف أعبر، إن شاء الله هذا فيديو ثاني. بس الله يحر كل الدول المسلمة يا رب. ما سر حبك للطبخ، والله سر حبي للطبخ كان غصب إني أطبخ، ما كان في حل إني أطبخ، يعني يا عيش يا أطبخ، واحد منهم ما في. السؤال هذا يقول هل راح تفكر في تغيير المحتوى؟ طبعا، لأنها ناس طفش أدخل مطبخ وكل يوم ريحة زيت، كل يوم أطبخ. الواحد حيوقف فترة إني أطبخ، والسبب إنه يعني ما ينفع تطبخ طول حياتك. عندي حياة لازم أكملها، وقت دراستي تبدأ راح أوقف طبخ، احتمال كبير جدا إن راح أوقف طبخ، احتمال كبير إن راح يتغير المحتوى 50 درجة، لكن راح يكون محتوى جيد، فانتظرونا.